15 كيلو هو وصول تسوي هذا 10. شوف شو بطلب هو 10 كيلو دينار. هذا برزيل، هذا 4 11، هذا 11 مرة بالنهاب صار جاي معك. بس لا 11 10 14. والرمال الرمل كله بيجي 15 بقيت الخلط. قبل كل شيء بتفتح العبوه بتخلطها. ما في شيء بيكون مرسل. بعد ما خلطنا الرزين مظبوط بنضيف المصلب. شوفوا للملح، هاي رملة السلطة. تمام؟ قديش بقي يا استاذ؟ هلا هاي مخصل 15 كيلو، يعني هاي تقريبا مكتوب عليها هلا كيلين ونص بيجوا لل 4 كيلو، يعني اسف انه بدك الزوج هي تطبق. بس الوزن كامل، ما في داعي نزيد، لانه جات الوزن مطبق مع بعضها. هي اسمها مجموعة. مجموعة. بتطبق ابو كسر بيعطوك مجموعة. بيعطوك الرزين والمصلب والرمل تبعه جاهز على الخلط مباشرة. تمام. أفضل هيك أفضل ولا؟ كل ما مرة بيدو بس هي مجرد ولا هو متحرك. عندنا هاد سي ال 100 رينفلو، هذا بيكون اقوى لاصق للصوره، هو ماده الابوكسي نفسه، اساس الابوكسي. او فينا نلزق بالابوكسي نفسه. هذا حنشوف قديش بدنا كميه. هذا حركوا شوي رزين، وهذا المصلب تبعه. تمام. هلا هذا 1 كيلو نسبة الخلط مع المجفف 1 كيلو جرام، يعني هذا جاي 1 كيلو زائد هذا 2 كيلو. نعم. مجموعهم 3 كيلو. حتى لما تروح تشتري انت بتشتري 2 كيلو مع 1 كيلو، 3 كيلو بحسبون عليكم 3 كيلو. طبعا يعني هذا بحسب كيلو لك يوزن مع بعض. هلا تقريبا نحن بدنا نزين 750 جرام ليكفي تلزيق تقريبا.
عامل هذا الوزر كأنك عم تدهن ايش؟ اطلع كثير اطلع اطلع خليك تحكي الوزر هذا هو مفروض لتعطى هذا كمان حكي الأطراف لسه في مدينة في الجانب السوري لا يوجد ايه عبد الفوض الطرف الله مفروض مين تبقى مثل هاي كيف عندنا أنواع مثل هاي وعندنا أنواع مثل هاي هي الصاروخ سيليكون وهي كل من بيشتغل بنوع والأحسن أيوة كل نفس الشيء حسب ما أنت تأخذ إيدك على أي شيء بشوف ترتاح تشتغل شوف ترتاح اشتغل شايف؟ على كل مثال أطلع حضر لا بزمج شيء تركب تركب أنا بعض ما أحضر تجي لها يقول لك دور على خط الطاقة لا أنا ما نعمل شيء نعرف تجي فيها إيه من النص لبرا سيف هاي تسحق دوري على نقطة عندك وبلش الخوض حكينا دائما طريقة الخوض كل كيلو أبوكسي بحط له نص كيلو بصلي كل كيلو رزين نص كيلو بصلي هذا عندنا الرزين لحظة الرزين الأبوكسي هلا هذول عبارة عن 10 كيلو تمام وهذا عبارة هذا المطلق مجفف هذا عبارة عن 5 كيلو تمام المجموع 15 لأن احنا عندنا الصورة تقريبا 7 متر ونص مربع نعم أنا عم بحط 15 لما بحط 15 7 ونص معناتها عم بحط سماكة 2 ملي بينما لما بدي سماكة 1 ملي بحط لها 7 ونص نحن هلا عم نزاولها سماكة أكبر أول شغلة بنعملها أول بطريقة الخط بنحرك الرزين هو نخلط الرزين كان إذا في شيء مركب يقول لها هي يطلع لأنه إذا دمار ثابت دائما طريقة الخوض بطيء نخلط على البطيء هلا هو عم يخلط بنضيف المصلب واحد بنضيف المصلب شوي شوي مع الرزين وبنضل نخلط مدة الخوض دائما من 3 دقائق لأربع دقائق بنضل عم نخلط الرزين مع المصلب بس انه يكون مدمج مضبوط مع بعض مرحلة الخوض هاي نستنى مدة من 4 دقائق لخمس دقائق ليرتاح الأبوكسي بتروح من الفقاعات الخوض طريقة الخوض نتج عن الفقاعات خلال الخوض ولازم نحن نريح الأبوكسي شوي مشان ما يغلبنا من تفريغ الهواء عن الفوق Thank you.
طبعا نحن تمديد شيء كبير طبعا هاي المساحه بس مشان نساعد عمليه الفرق والا هو راح يمشي لحاله ما مثل الابوكس اللي بتمشي لحاله بدي اعمل زي على درجة حمامة. هلا وقفوا خليكم واقفين هون شوفوا هني فعال. لا هنا ها؟ هون عندنا فعال كلكم شايفينها. تفضل. الجو بارد هلا فنحن اكيد رح نحاول نحافظ على درجه حراره من 23 وما فوق اقل شيء لمده 10 ساعات لحتى تحافظ الصوره على اللمعه. المكيف يعني ولا المهم تكون درجه حراره الغرفه عندي 23 وما فوق لمده اقل شيء 10 ساعات لتحافظ على المعده والا رح تفقد المعده. جو حار مثل هذا خلص خلينا بكره، بكره رح يصير في عمل تنشأ عملية تصلب فينا عملية تصلب هي للمس فقط ما فينا نستخدم بكرة عليها أي شيء بعد بكرة فينا نمشي عليها بس عملية التصلب الحقيقية رح تكون بعد 7 أيام من هذا الجو جو الصيف الحار عملية التصلب النهائي 7 أيام من هلأ لسبعة أيام أي نقطة مي أو رطوبة بيجي عليها رح تكسر الصورة رح يصير عليها على وجهة مثل تطبشر نعم حول او اذا بيجي عليها اشعة الشمس بهالفترة هي كمان مباشرة بتطبشر وبتحول جميع الاحوال كمان اذا كانت هي نحن الابوكسي اللي اشتغلناه ابوكسي داخلي ابوكسي شفاف كريدي داخلي ما اشتغلنا خارجي لو هذا الداخلي تعرض لاشعة الشمس بعد فترة مباشرة رح يبلش بالاصفرار لما نشتغل خارجي في نوعيات ثانية خاصة للخارجي ما بيصفر بيتحمل أشعة الشمس بيتحمل الحرارة. المرحلة الأولى أول مرحلة نشتغلها أرضيات 3D اختبار الرطوبة اختبرنا الرطوبة بالأرضية. المرحلة الثانية اللي كانت هي قياس الميول الأرضية المرحلة الثالثة إزالة طبقة اللمعة عن السيراميك وسنسرة الأرضية حيث في شيء طالع نازل تصير مستوي بواسطة الجلخ على ديسك ألماس تمام؟ المرحلة اللي بعدها كانت وضع طبقة من البرايمر اللي هو الأساس نعم بعد البرايمر وصلنا لمرحلة ذات التسوية نعم اللي هي الرزين والمصلب ورملة السيليكا نعم ليش نساوي ذات التسوية؟ أول شيء لحتى نساوي الأرض متساوية ميزان ثاني شيء تسكير فواصل السيراميك قلنا نحن في ناس بتسكر في معجون الأبوكسي غلط معجون الأبوكسي مع الأيام بيفصل عن الفواصل فدائما تسكير الفواصل بكون ذات التسوية مع رملة السيليكا طيب في نقطة أستاذ نفرض لك في بلاطة مثلا بكون فرغ تحت طبعا نشيل البلاطة كلها إذا في تطبيل ومخلخلة عندنا مشكلة هي مثلا؟ طبعا هي بتصير متخلخلة تحت الصورة
نعم. ممكن تتبع الصورة كلها من الأبوكس. فنحن هاي البلاطة كلها بنشيلها كاملة ونعمل قلنا شو المونة الأبوكسية اللي هي 15% أو فينا نوع من الأبوكسي و 85% رملة السيليكا. نعم. ومنصبها وندبك دبكة مشان تصير كلها مستوى واحد. بينما إذا عندنا بالأرضية شعور بسيطة وخفيفة معجون الأبوكسي. نعم. دائما بصير في سماكات تكسر أو بلاطة سماكات كبيرة بالمونة الأبوكسية بتشتغلها. نعم. تمام؟ خلصنا من ذات التسوية. تمام. وصلنا لمرحلة لصق الصورة. نعم. لصق الصورة مثل ما قلنا أحسن شيء نلصقها يا بمادة الأبوكسي نفسه أو البرايمر. تمام؟ أقوى شيء له. بعد ما نلصق نستنى 24 ساعة ونيجي على مرحلة شو؟ اللي هي فرد الأبوكسي 3D آخر طبقة. نعم. المرحلة النهائية فوق الصورة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.